أين الأمل والعناء؟ طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. أين الأمل والعناء؟ ضيف أطل لك الرجاء، من وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غدا. خطط الحروب وحكمة كونغ مينغ. أخي تعال واجلس معنا قليلاً. إلى متى ستبقى صابراً يا أخي؟ يكفي كل هذا، إنه رجل متغطرس ولئيم، سأحرق منزله لأوقظه، لن أنتظر أكثر. إهدأ، لماذا تثور كالوحوش يا رجل؟ مرحباً، أربع ساعات وأنت تنتظر هنا؟ سأذهب لإيقاظه. حسناً، سأوقظه لكم. لقد شعرت به طوال حياتي. سيأتي يوم ينتهي فيه كل شيء، سيذهب الهدوء ويبدأ التعب. لقد استيقظ، وهكذا ستكون النهاية. سيدي، عاد ذو الأذنين الكبيرتين وصاحب الوجه الأحمر والدب الأسود. فلتكوني أكثر لطفاً. سيدي، أنا قروي متواضع، أعتذر لأني تأخرت، وشكراً لزيارتك. تفضل. يا إخوتي الأعزاء، انتظراني هنا من فضلكما، فأنا أريد التحدث إلى السيد على انفراد. تفضل بالجلوس. لقد سمعت الكثير عنك، وإنه لشرف عظيم أن ألتقي بك. أنا رجل بسيط ولا أستحق هذا الكلام. على العكس تماما يا سيد كونغ مينغ، فالكثيرون يقولون أنك رجل حكيم، ولهذا السبب أتيت كي أسمع نصائحك، وسوف ألتزم بتنفيذها دون أي نقاش. في أي مجال تريد نصيحتي؟ إن إمبراطورية هان تنهار، وقد سيطر عليها المستبدون بشكل كامل، وعلى سبيل أسرة هان أن يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا. لكنني أفتقر إلى الحكمة اللازمة، ولذلك آمل أن تقوم بمساعدتي وإرشادي يا سيدي. إن إمبراطوريتنا في حالة فوضى كبيرة، فبماذا يمكنني أن أساعدك؟
كنت أنا والقائد تساو تساو نتحدث عن الأبطال في العالم، ولقد كان يعلم بوضوح ما هي نقاط ضعفهم، وفي النهاية قال أنني أنا وهو يمكننا إحراز النجاح. للأسف يا سيدي، فأنا لا أعرف من هم خصومي الأقوياء أبداً، ولا أملك القوة حتى أواجههم. انظر هنا. يحتل تساو تساو الأراضي الشمالية ويسيطر على الإمبراطور هان ويلفق أوامره، لذلك فهو قوي. أما سون تشوان فيحتل الجنوب، إن موقعه هنا قوي جدا بحيث يصعب السيطرة عليه، ولكن يمكنك التحالف معه. أرض جينجيتشو وييتشو خصبة جدا، وهي ذات أهمية استراتيجية كبيرة لمن يعلم. فإن سيطرت على هاتين الولايتين ستحصل على مركز القوة. رائع، لقد فهمت ما تقوله وسأخذه على محمل الجد. والآن يا سيدي ألقي نظرة، يمكنك رؤية المدن الغربية الآن. المناخ لدى تساو جيد في الشمال، والموقع الجغرافي لسون تشوان جيد، لذا يمكنك احتلال جينجيتشو وييتشو وكسب تأييد الشعب، وستصبحون في مواجهة ثلاثية. شكراً جزيلاً لك، فقد أفادني التشاور معك كثيراً، ولكن المشكلة أنا ييتشو لليو تشانغ وجينجيتشو ملك اليو بياو، وكما تعلم كلاهما أقاربي. هذا الأمر متروك لك وحدك يا سيدي. أنا مدين لك لأنك زرتني 3 مرات وأقدر عناءك، لذا سأعطيك هذه الخارطة وآمل أن تساعدك في تحقيق كل ما تتمناه. إن كل ما أتمناه هو أن تمد يد العون لي وأن أستمع إلى تعليماتك. مر زمن طويل وأنا أعيش بعيدا عن الفوضى ولا أريد العودة. لكن إن لم تقف معي لن تنتهي هذه الأوقات العصيبة، ولن نتمكن من إنقاذ شعبنا. نعم أعلم، لكني لا أستطيع. إن أنت لم تستطع، على من سيعتمد هؤلاء الناس الضعفاء أيها المعلم؟ ربما لا يمكننا تجنب هذه الحروب نهائياً، ولكن قد نتمكن من مساعدة بعضنا البعض للانتصار على الشر. حسناً، سوف أتبعك أيها القائد. وأنا سوف أعتبرك معلماً لي. وأنا أيضاً لن أخذلك، وسأفعل ما أستطيع فعله دائماً. سيدي، لقد اشتريت الورقة لصناعة الفوانيس. عندما يعود أخي الأصغر أخبريه بأن يعتني بالمزرعة، لدي عمل هام وعلي المغادرة، وحالما أنتهي منه سأعود إلى المزرعة وأهتم بالأرض من جديد. ولكن متى ستعود يا سيدي؟ سيدي، يقوم ليو باي بتدريب قواته في تسيني، يجب أن نقضي عليهم، أعطني الأمر فقط. سأضعك قائداً على 10,000 من الجند للقضاء عليهم. أمرك سيدي. سيدي، إن ليو باي قائد شجاع، وهو الآن يحصل على المساعدة من كونغ مينغ، يجب أن لا نستهين به. ها، لا آبه بهم، وبالتأكيد سأقبض عليهم أحياءً وأعيدهم إلى شيو تشانغ. لكن لا تنسى أن كونغ مينغ لديه موهبة نادرة في إدارة فنون الحرب، وهو رجل ذكي. وبماذا يختلف عنك؟ إذا كنت أنا مثل ضوء النار فهو مثل ضوء القمر أيها القائد. إنما يقوله سيد شان فو أمر مبالغ فيه، إن كونغ مينغ رجل بسيط فكيف لنا أن نخافه؟ حسناً، إنني أنتظر أخبار النصر في أقرب وقت. اطمئن، فأنا لن أخذلك يا سيدي. ها؟ أخي، لقد حان الوقت لنرى ذكاء كونغ مينغ. هل من أخبار؟ إن شياهودون قادم إلى تسيني مع 10,000 جندي.
أخونا الأكبر يثق بكونغ مينغ ويعتقد بأن نصرنا القادم سيكون بفضله، لذلك دعنا نرى إلى أين سيوصلنا بذكائه. إننا نعتمد على حكمة كونغ مينغ وعلى جرأتكم، فلا تهزأ أبداً. سيد كونغ مينغ، ما هي خطتك؟ من السهل صد العدو، ولكن لدي طلب وأريد تنفيذه. تفضل وقل ما هو طلبك. سيفك وختم القيادة العسكرية كي يطيعني أخواك، هذا طلبي. فليأتي الجميع، سأشرح الخطة. كبير الاستراتيجيين يطلب من الجميع القدوم إلى القاعة للاستماع للأوامر. تشاويون، خذ معك 10,000 جندي وانطلقوا. لكن عليكم أن تخسروا كخدعة. ستنسحبون كي يطاردوكم. علم. أيها القائد، خذ 3,000 جندي كي تساعد تشاويون، وعليكم ألا تنتصروا، فقط استدرجوهم. علم. جوان مينغ، اختبئ أنت ورجالك في الغابة وأحرقوها عند دخولهم. علم. كوانيو وتشانغ فاي، ستأخذان 1,000 جندي لصنع كمين خلف الجبلين، وعندما تريان الحريق سوف تقومان بهجوم مضاد. لقد أخرجتنا جميعا للمعركة، فماذا ستفعل أنت؟ سأبقى في العاصمة وأرتب للاحتفال. سنذهب لمعركة كبيرة وأنت ستبقى هنا؟ هذا غير عادل. أنا أملك هذا السيف والختم، من يخالفني يقتل. لماذا لا تلتزم بفنون الحرب؟ إن وضع الخطة الحربية داخل خيمة القائد سيضمن النصر المؤكد في الحرب. لا تعصي الأوامر أبداً. سنرى إذا اهدأ. كيف حدث هذا؟ الخاتم معه والسيف أيضاً. علينا الحذر. لديه كامل الصلاحية. احتفظوا بتعليقاتكم إلى ما بعد الحرب. سنحارب وسنرى. هيا بنا. ماذا سيحدث؟ لا أعلم. فلنذهب. سيدي، قوات تساو تهاجم بالقوة الكاملة، ألا يجب تفاديهم؟ لا تقلق أبداً يا سيدي، عليك العمل بالتنسيق الكامل مع تشاويون والقتال بكل إخلاص وحسب. ما هذا المكان الذي هناك؟ إنه منحدر بوينغ. هل هذا هو ذكاء كونغ مينغ الذي تحدث عنه تشونيو؟ إنه يستخدم القوات كجبهة أمامية، سوف يكونون كالخراف الصغيرة في أيدينا. أجل، وخلال ساعة سنقبض على ليو باي وكونغ مينغ. ليس أكثر من ذلك. أنا تشاويون. لا تقلل من شأنه يا سيدي، هذا الرجل شرس، لقد واجهناه كثيرا في شيوتشو. لا أظنه بهذه القوة، راقبني جيدا وسأريك كيف يكون البطل الحقيقي. قتالك صعب، سأنسحب. سيدي قد يكون كمينا. تراجعوا.
هيا تقدموا. قد يكون كمينا يا سيدي. لا أحتاج إلى مشورتك، فأنا أعرف الحرب. سيدي هيا، القوات منتشرة، انظر. ليو باي هنا. هيا هل يسمى هذا كمينا؟ هيا تراجعوا. من يقطع رأس اليوباي له عشرة آلاف ذهبية. سيدي أنت تطارد العدو بارتباك، انتبه جيدا. أنا القائد العام هنا وليس أنت يا جين. هيا شانك فاي. أنا هنا يا شيهو. أعترف أنك قائد استراتيجي رائع وأنا أقدر جهدك. إن طلبت مني بعد الآن أن أذهب إلى الشرق فلن أخالفك، وإن طلبت أن أرعى الخيول فلن أرعى الحمير. رائع يا تشانغ باي، لا تستطيع أن تتخلى عن حس الفكاهة أبداً، ولكن الأفضل أن تحتفظ به لأولادك. لقد تم إعداد مأدبة من أجلكم، هيا تفضلوا. هذا رائع،
إن هذا النصر بفضلك أنت. لقد شكرا. انتصرنا بسهولة. إن عصير التفاح يقوي القلب وينشط الجسد، ولهذا يجب الإكثار منه دائما. يجب أن تعلموا شيئا مهما، وهو أنه لا يمكننا أن نفرط في حماسنا لهذا النصر، فتساو تساو لن يدع الأمر يمضي بسهولة هكذا. في المرة القادمة لن يرسل لنا القائد الشياهودون وحده أو مجرد 10,000 جندي فقط. لن نخاف بعد اليوم، طالما أنت معنا سوف ننتصر ولن نخشى شيئا أبدا. عندما يأتي تساو تساو سندمره، وبعدها سنغرق مدينة شيوتشانغ كلها. أخي ألا تلاحظ أنك تثرثر أكثر مما تأكل؟ عصير التفاح شهي. اشرب. ترى هل تفكر بخطة ما يا سيدي؟ إن تسيني مدينة صغيرة ومن السهل الهجوم عليها، وسوف يصعب علينا الدفاع عنها. أنا أفضل أن نرحل عنها بسرعة. أدخل إلى جينغيتشو وواجه تساو من هناك. مستحيل، لقد سبق أن قلت لي ذلك عندما أتيت لزيارتك ولكنني رفضت. لا تنسى أن اليو بياو هو أحد أقاربي الذين ساعدوني، ولن أنسى له ذلك أبدا، فكيف يمكنني أن أنقلب عليه الآن؟ سيدي، إن أردت أن تنتصر لا تهتم لهذا الأمر. أتريدني أن أكون خائنا لشعبي؟ هذا مستحيل، انسى الأمر. لقد كان خطأي لأنني اعتمدت على أغبياء مثلكم وقللت من شأن كونغ مينغ ولن أخبروني ماذا سنفعل. بل إن هذا كله بسبب أنا يا سيدي، فقد استهترت بقوته كثيرا. لو كنت استمعت إلى نصائح اليوجين واليديان لما خسرنا تسيني وهزمنا أمامهم أبدا. حسنا، سأذهب بنفسي. وأنتما ستخرجان معي أيضا. سوف تذهب بنفسك؟ أجل سأفعل، لأن اليوباي والسونشوان كالشوكة في الحلق، وطالما بقيا على قيد الحياة لن يهنأ ليعيشوا أبدا. لذلك سأقود جيشي وأنطلق به نحو أراضي الجنوب. الأمل والعناء، طيف أطل كالرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. بين الأمل والعناء، ضيف أطل لك الرجاء، حلما وصل واللقاء، يوم جلل من ضياء. من عتمة الليل لبى نجانا، خلف الروابي أتانا، عهدا أن نحمي ثرانا ذرانا. لا لا لن تهاني حمانا، كالأمان أرواحنا نور الفدا، ترتحل إلي الصدى. لا تحزني ما ضاعت سدى، هزت الطغيان والردى. لا تحزني ما ضاعت سدى، وترقبي روحي غداً.